بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي التعليم الفني الصناعي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة معادنا مع مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله لمادة المقايسات والتكاليف، وإن شاء الله بالتوفيق لجميع أعزائنا الطلبة والطالبات. نأكد على حضراتكم تاني، نقرأ ورقة الأسئلة بالراحة، المسألة بتاعتنا نقراها بكل الهدوء والتأني، ونراعي كده يبقى في إيدينا قلم واحنا ماشيين نحدد على الأجزاء زي ما أكدنا في حلقاتنا اللي فاتت، الأجزاء اللي ممكن أكون محتاجها في حل المسألة بتاعتي في المراحل اللي جاية. لو جزئية مثلا موجودة بالسنتيمتر أعمل كده خط صغير تحتيها واعمل علامة الاسم العالمية عشان خاطر تتحول للمتر، برضو نفس الحكاية لو بالقروش اعمل خط عليها واعمل علامة الاسم برضو عالمية عشان القرش يتحول لجنيه، برضو نفس الحكاية لو الاجزاء عندي محسوبة بالقطعة الواحدة وانا هي في المجمل العام بتاعها بتتحسب بالدستة، برضو اعمل تحتيها خط كده صغير. طبعا احنا عارفين الدستة فيها 12 فبعمل علامة الاسم على 12 عشان ما انساش. كل الاجزاء دي اجزاء صغيرة باخد بالي منها وانا بقرأ المسألة بكل هدوء، بأكد لو الموديل الموجود قدامي باخد بالي من الرسم كويس، اكيد هو رسمهولي لغرض معين يوضحولي من خلال الرسمة، برضو هيوضحولي في المواصفات الخاصة بالمسألة اللي هو بيكون كاتبها لي. ناخد بالنا من عدد خطوط الانتاج، ناخد بالنا من عدد العاملات، من عدد ايام الانتاج لو طالب مني، ناخد بالنا دايما من نسبة الارباح اللي هو بيضيفها، وطبعا عارفين اي رقم هو بيبقى كاتبه بيبقى وليكن لو 10% يبقى 110 على 100، لو 20 بيبقى 120 على 100 وهكذا. تمام، الاجزاء البسيطه اللي انا ممكن انساها في طريقي. ناخد بالنا لو هو مديني مقاسات خاصه بمنتج معين يبقى معنى كده هو طالب مني رسم تخطيطي لتحديد كميه قماش معينه، هو مش هيكون مدهاني في المساله فلازم اعمل يعني شكل تخطيطي كده في دماغي مبدئي، ويا ريت لو كل ده بيكون في ظهر ورقه الاجابه، يعني اقلب كده ورقه الاجابه من ورا واشتغل فيها، بلاش كل ده يكون التفكير في دماغي، لعل وعسى المصحح وانا شغال كنت انا نسيت نقطه قدام بس انا حللها في الهامش بتاعي ورا ونسيت اكتبها، فاحنا بنرجع نبص في ورقه الاجابه كلها. برضو لو حضرتك بتكون كاتب حاجة برضو بندي عليها درجة، طبيعي بتبقى خضة الامتحان ايا كان ممكن ننسى اي حاجة، فاي حاجة بلاش نكتبها على ورقة الاسئلة، نكتبها في ظهر ورقة الاجابة، برضو اكون ضامن ان انا كل الاجابات بتاعتي او كل الافكار اللي انا فكرت فيها تكون موجودة في ورقة الاجابة، في اخر ورقة كده موجودة في ورقة الاجابة اعمل كل الهوامش بتاعتي دي. تمام، ما انساش واحنا في المقاسات اللي هو بيبقى مدهاني ما انساش اضيف مقدار الخياطات المتعارف عليها، لو فيها مرد بنبقى عارفين المرد ده مرد بسيط ولا مرد مركب، ومقدار البطانه بتاعت كل واحد منه ومقدار الخياطه، نشوف لو كان في كالونيه لو كان في كسره ومقدار كل واحده منها بيكون ازاي وهكذا، نبقى عارفين اذا كان الامام بتاع قطعتين ولا قطعه واحده كامله على بعضيها، الخلف قطعة كاملة على بعضيها، ما ننساش لو كمين مثلا بحسب واحد وبقول ان ده بيبقى قطعتين وهكذا، ما ننساش الاجزاء الصغيرة البسيطة دي، كل ده بيلم معايا درجات وما تضيعش مني حاجات بسيطة على الفاضي. ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا، وان شاء الله تقدروا تعدوا باذن الله من الامتحان، ان شاء الله يكون سهل وبسيط ونقدر مع بعض نحله باذن الله. نبدأ مع بعض حلقتنا النهاردة ونشوف مسألة من المسائل اللي معانا. وليكن جالي سؤال أول، السؤال الأول عبارة عن إيه؟ بيقول لي أراد مصنع للملابس الجاهزة تنفيذ 300 فستان كالتصميم الموضح بالمواصفات الآتي، معنى كده إن هو مديني رسمة وفي نفس الوقت برضو هيديني مواصفات خاصة بيها. نشوف كده مع بعض الرسمة، أهو آدي الرسمة اللي قدامي. مبدئيا كده أنا شايفة إن هو فستان طويل بمرد كروازيه، تمام خلاص، مرد كروازيه فيه زراير، صفين زراير،
هي بس ممكن تكون الزراير هنا مش ظاهره معايا، بس هما الصفين اكيد هيكونوا واضحين كاملين معاك في ورقه الامتحان. الزرارين الموجودين فوق دول بيكون تحتيهم تكمله عدد ازرار كمان من هنا، فالصورتين اللي موضحين امامي بياكدوا ان انا عندي مرض كروازي. لازم اول حاجه بعرف ايه مقدار مرض الكروازي، وبتكون البطانه بتاعته ايه، موجود عندي ازرار، موجود عندي اكمام، وطبعا هيكون مديني الطول بتاعه والخلف بتاعه هيكون كامل. نشوف كده مع بعض المساله بقى نفسها. لا اداني كمان مثال تاني، ده شكل مرض كروازي تاني، ودي عدد الازرار. بس الرسمه اللي هتكون نوضحها معانا او في المثال اللي موجود معانا، هو مش صف واحد من الازرار، هو صفين بس، احنا جبنا صورة بتوضح لحضرتك كمية الازرار اللي ممكن تكون محطوطة في المرض نفسه تكون كتير، بس احنا هيبقى معانا صفين من الازرار. تمام، نشوف كده المواصفات بتاعة المنتج بتاعي عبارة عن ايه. بيقول لي الفستان منفذ من قماش الصوف السادة، تمام، عرضه 155 سنتي، يعني معنى كده عرض القماش اللي احنا منفذين عليه الفستان 155 سنتي. ادام اداني عرضه يبقى انا لازم احط في دماغي ان في جزئية خاصة بالرسم التخطيطي، يبقى هو كده هيديني مقاسات، انا على حساب المقاسات دي هوزع الاجزاء بتاعة المنتج بتاعي على عرض القماش اللي هو مدهوني، وفي الحالة دي هحسب كمية القماش اللازمة للمنتج بتاعي، وبالتبعية يبقى كمية القماش اللازمة للطلبية كاملة على بعضي. ده كل ده انا بخمنه في راسي، او من نتيجة اللي انا قريته ببقى حاطط ده في دماغي ان ده اللي انا هعمله. هيبقى فيه رسم تخطيطي هحدد بيه كمية المنتج الواحد، وعلى اساسه هحدد فيه كمية الطلبية كاملة. خلاص، بس لازم العرض هو حددني عرض القماش بتاعي اللي انا هبتدي اوزع عليه اجزاء المنتج بتاعه، او انا هعمل عليه عملية تعشيق لاجزاء المنتج، هي 155 سنتي، بعرض القماش 155. نيجي نكمل، بيقول لي وسعر المتر منه 25 جنيه، تمام، الحمد لله هو سهل عليا وادهوني بالجنيه 25 جنيه. بيقول لي وهو مفتوح من الامام بمرد كروازي، اهو اكد لي على المعلومة اللي انا اخدت بالي منها في الرسمة بتاعتي اللي هو كان موضحها لي، ان هو بمرد كروازي، مفتوح من الامام وبمرد كروازي، يبقى معنى كده ما كانش مديني الرسمة هباء، لا هو مدهاني يوضح لي الفكرة اللي هو هيكتبها لي بعدين. تمام، نيجي نشوف بعد كده، اهو ادي المقاسات، حدد لي، قال لي نص عرض الامام 28، ولو تاخدوا بالكو عرض نص عرض الامام هنا كبير شوية عشان خاطر المرد بتاعنا. تمام، وادي نص عرض الخلف 25، طبعا بالسنتي، كل ده بالسنتي. طول الفستان 115 سنتي، حدد لي عرض المرد اهو 10 سنتي، عرض الكم 32 سنتي، طول الكم 60 سنتي. تمام، دي المقاسات اللي هو مدهاني. طب الخامات بقى، كل دي هو معطيات بيدهاني بتساعدني على الحل، خطوات الحل اللي جاية بعد كده. يبقى هو اداني الرسمة، اداني توصيف للمنتج اللي قدامي، وبعد كده ابتدى يوضح لي المقاسات اللي احنا محتاجين على اساسها نعمل رسم تخطيطي للمنتج الواحد اللي هو الفستان، علشان اقدر احدد كمية القماش اللازمة للفستان الواحد، وزي ما قلنا بعد كده هيطلب مني كمية القماش اللازمة للطلبية كلها. هيجي دلوقتي يوضح لي ايه الخامات اللي انا مستخدماه. نشوف كده مع بعض، اهو بيقول لي يلزم كل فستان عدد 12 زرار، تمام، يبقى هو بيقول لي في الفستان الواحد 12 زرار، يعني معنى كده ان انا عندي صفين من الازرار، الصف الواحد 6 يبقوا الاثنين 12 زرار، يبقى الفستان الواحد 12 زرار. تمام، سعر الزرار 50 قرش، طب كويس، هو مسهل عليا ومديني سعر الزرار، يبقى انا في الحالة دي ممكن اعرف ال 12 زرار ده للفستان الواحد، وانا عندي 300 فستان، يبقى هضرب ال 300 في ال 12 عشان اعرف كمية الازرار
اللي انا محتاجاها قد ايه للطلبيه كامله بتاعه الفساتين، وعلي اساسها هضربها في الخمسين علي ميه عشان اقدر اعرف تمن الازرار اللازمه للطلبيه كامله كلها علي بعض. يبقي انا في الحاله دي محتاجتش ان انا احول للدسته ولا حاجه. تمام، كويس جدا، كل ده بيدور في دماغي وانا شغال، مجرد ما قرات المعطى اللي هو مدهوني او المعطى الدهوني كده علي طول. تمام، نيجي بعد كده بيقولي يستهلك كل اتنين فستان بكرة خيط. كل اتنين فستان بياخدوا مني بكرة خيط. طيب وانا عندي كام فستان؟ عندي الطلبية بتاعتي 300 فستان، يبقى هقسم ال 300 على الاتنين وهيديني عدد البكر. حلو جدا. بيقولي تمنها 3 جنيه، يبقى في الحالة دي الناتج اللي طلع هضربه في 3 عشان اقدر احدد سعر البقر اللي انا محتاجاه لتنفيذ الطلبية كاملة على بعضها اللي هي تمن بقر الخيوط. تمام، كل ده شغال في دماغي، يبقى جبت الكمية وفي نفس الوقت جبت السعر بتاعها على طول. تمام، وهو هنا كان مسهلها عليا والدهاني بالجنيه، يبقى مش هحتاج اقسم على 100 ولا حاجة. تمام، جه بعد كده بيقول لي ان الانفورمات الخاصه للامام ممكن اجيبها من عادم القماش. يبقى انا بيقول لي خد بالك في الملاحظه وانت شغال للرسم التخطيطي، مش لازم تستهلك كميه قماش زياده عشان تقدر تعمل لي الانفورمات، لا مش مستاهله خالص، انت ممكن تاخدها من الهوامش، يعني بمعنى اصح ممكن اعمل فاصل فيها، ما تجيش الجزئيه كامله على بعضها. طيب كويس، سهل عليا. نيجي نشوف الأجور، كل ده هو بيديني المسألة كاملة كده، ادي الأجور بيقول لي إعداد البطرون 100 جنيه، يبقى اللي بيعمل البطرون بياخد 100 جنيه. تمام، القص بمعدل 50 قرش للمتر. طيب أنا على أساس حساب أو من خلال الرسم التخطيطي للفستان الواحد هقدر أعرف كمية القماش اللازمة للفستان الواحد، هضربها في 300 اللي هم الطلبية الكاملة بتاعتي على بعضيها اللي هم 300 فستان، يبقى في الحالة دي هقدر أعرف كمية الأقمشة أو كمية الأمتار اللازمة لتنفيذ الطلبية كاملة، على أساسها هقدر أعرف أجر عامل القص هيكون إيه، لأن هو هنا بيقولي إن القص بمعدل 50 قرش للمتر، يبقى في الحالة دي الكمية كاملة تمام في 50 على 100 عشان أحول القرش لجنيه. تمام تمام، نيجي نكمل بعد كده بيقول لي والخياطه تؤدى على اساس خطين انتاج. خدوا بالكم من الجزئيه دي، خطين انتاج، في كل خط 5 ماكينات، يبقى انا كده عندي كام ماكينه؟ هضرب الخمس ماكينات في الاثنين اللي هم خطين الانتاج، يبقى ده عدد الماكينات اللي عندي، يبقى 5 × 2 يديني 10 ماكينات، ينتج الخط 50 فستان في اليوم، ينتج الخط الواحد 50 فستان في اليوم، يبقى الخطين بينتجوا كام في اليوم؟ 100 فستان في اليوم، لان انا هضرب في الاثنين. خلاص، اجر العامله في اليوم 50 جنيه. طب انا عندي كام عامله؟ ما احنا اتفقنا ان انا عندي 5 ماكينات بخطين انتاج يبقى 10 ماكينات، يبقى انا عندي كام عامله برضو؟ على كل ماكينه عامله يبقى انا عندي 10 عاملات، يبقى اجر العامله في العاملات بقى في اليوم الواحد، يبقى هضرب العشره في الخمسين هيديني اجورهم في اليوم الواحد. طبيعي بعد كده هبقى محتاج اعرف هم محتاجين كام يوم لتنفيذ الطلبية، يبقى في الحالة دي هضرب في عدد ايام الانتاج. خلاص، عشان اقدر اعرف الاجر العاملات في ايام اللازمة لتنفيذ الطلبية كلها على بعضها او لتنفيذ الانتاج بالكامل. تمام، نيجي بعد كده بيقول لي ما تنساش في مصاريف ادارية بواقع 20% من اجمالي التكاليف. يبقى طبيعي لما بيطلع بضرب بجمع كل اللي انا صرفته سواء كان خامات او اجور وغيره، بجمعهم كلهم مع بعض واضربهم في 120 على 100 علشان اضيف المصاريف الاداريه. تمام، نيجي بقى نشوف المطلوب، وده اللي اهم جزئيه عندي، لان ده كل نقطه منه بتبقى عليها برضو اكبر درجه في الامتحان، علشان ده الناتج اللي انا بوصل له من نتيجة الخطوات اللي انا مشيتها قبل كده. بيقول لي اول حاجة عايزها بيان اجزاء الفستان بعد حساب الاصول الفنية اللازمة. تمام، اللي هي الكميات وغيره. كمان بيقول لي عايزين الرسم التخطيطي لحساب كمية القماش، طبعا هتبقى اللازمة للفستان الواحد وعلى اساسها هتبقى اللازمة لكمية الفساتين على بعضيها. يبقى ده اللي انا كنت استنتجته انه هيطلبوا مني، ادي فعلا طلبوا مني اهو. نيجي بعد كده
طلب مني حساب كمية الأثواب المطلوب شرائها، حيث أنه أهو هنا بقى بيحاسبني على الأثواب، ناخد بالنا من الجزئية دي، حساب كمية الأثواب المطلوب شرائها حيث أنه يوجد بالمخزن الملحق بالمصنع عدد 10 أثواب فقط. يبقى معنى كده أن أنا كنت نفذت حاجة بالخامة دي قبل كده، أو منتج بالخامة دي قبل كده، وباقي عندي من خامة القماش الصوف السادة ده عندي 10 أثواب. تمام، بيقول لي وكل ثوب بيحتوي على 30 متر. يبقى أنا عندي في المخزن بتاعي 10 أثواب الثوب الواحد في 30 متر. يبقى أنا لازم من خلال كمية القماش اللي أنا عرفتها للفستان الواحد ضربتها في عدد الطلبية الكاملة اللي هم 300 فستان، يبقى أنا هقدر أعرف أنا عندي أو محتاج كام متر قماش من الطلبية اللي تنفيذ الطلبية كاملة. هبقى من خلال الرسم التخطيطي عرفت رسم الفستان الواحد بياخد مني كمية قماش قد ايه، هضربه في الطلبية الكاملة هعرف كمية الأقمشة او عدد الامتار اللازمة لتنفيذ الطلبية كاملة، هاجي اقسمهم على 30 متر هقدر اعرف انا محتاج كام طوب، وليكن 50 وليكن 60 ايا كان، هاخدهم زي ما هم اروح اشتريهم؟ لا، اللي خد بالك انا عندي 10 اثواب موجودين في المخزن بتاعي، يبقى في الحالة دي هطرحهم من الكمية اللي مطلوب ان انا اشريها، يبقى الجزئية الباقية دي بس هي اللي انا هدفع ثمنها. خلاص كده، يبقى احنا لازم ناخد بالنا من النقطة دي برضو، مش انا احسب كمية الأقمشة واحسب كمية الأثواب وانسى اطرح الكمية اللي موجودة عندي في المخزن، وإلا ده هيكون هالك موجود عندي واخسر ثمنه. لا، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين نحقق نسبة ارباح واستغل اللي موجود عندي في المخزن عشان ما يبص. تمام، يبقى لازم ناخد بالنا من الجزئية دي. طلب كمان اخير طلبه مني هو اجمالي التكاليف، يعني كل اللي انا صرفته سواء كان في خامات أساسية أو في خامات مساعدة أو في أجور أو في مصاريف إدارية وغيره، أجمع كل التكاليف دي. نيجي بقى نشوف مع بعض إجابة السؤال هبتديها إزاي. هنبتدي مع بعض نقطة نقطة كده بالتفصيل. أول حاجة اللي هي الأسس الفنية والكميات، هنيجي نشوف كل جزئية منه في المقاسات اللي هو كان مديهاني. كان مديني عرض الأمام 28، تمام، واداني بعد كده المرد كان 10، وطبعا أنا بضيف 2 سنتي خياطة، ده عرض الأمام. طب أنا عندي قطعة واحدة ولا قطعتين؟ هو كان المفروض جنبين، فأنا بضرب بعد ما بجمع ده كله بضربه في 2، هيديني 80 سنتي اللي أنا محتاجهم للأمام. طيب بطانة المرد اللي هي هتبقى 20 زائد الاتنين بتوع الخياطة هيدوني 2 سنتي، وده 22 سنتي، وده بيكون للجهة الواحدة. تمام، هنيجي بعد كده عرض الخلف، هو كان مديهوني 25 زائد مقدار الخياطة، هجمعهم وهضربهم في 2 علشان خاطر بيجيلي الخلف كامل على بعضه، هيبقى 52 سنتي. طول الفستان كان 115، زودنا عليه مقدار الخياطة بتاعنا بقى 117 سنتي. تمام، نيجي بعد كده عرض الكم، كان مديهوني 32، بزود عليه مقدار الخياطات بتاعتي هيديني 34 سنتي، وده طبعا بيكرر مرتين لان انا عندي برضو نفس الحكاية كمين يمين وشمال، وطول الكم عندي هو كام مديهوني 60، هنضيف عليه مقدار الخياطة والتانية بتاعته هيبقى 63 سنتي. يبقى أنا كده قدرت أجيب عرض الأمام وعرض الخلف وعرض الكم والطول بتاع الأمام والطول بتاع الكم، ومنسيناش طبعا إضافة المرد الكروزيه اللي هو الأساس اللي مديهولي، وحددنا كمان بطانة المرد. نيجي بقى نشوف الرسم التخطيطي اللي احنا اتفقنا كان مديهوني عرض القماش 155 سنتي، فانا بحدد بناء على العرض ده بشوف هوزع اجزاء المنتج اللي انا حسبت العروض والاطوال بتاعتها ازاي عشان اقدر احسب كمية القماش اللازمة للفستان الواحد. نشوف مع بعض كده اهو، معلش هي المفروض بتكون معدولة، احنا بس مايلينها عشان تيجي ظاهرة قدام حضراتكم على الشاشة. ادي عرض القماش اهو موجود معايا 155 سنتي اهو، معلش
نرجع واحدة تاني. ادي عرض القماش الثابت معايا 155 سنتي ظاهر قدام حضراتكم هنا اهو معايا على الشاشة، ده العرض 155. ادي حسبت عرض الامام اللي هو كان 80 وضفت جنبه عرض الخلف اللي هو 52 سنتي، اتبقى عندي الهامش الصغير ده. تمام. طيب انا كنت حددت الطول بتاع الجزئية بتاعتي بتاعت الامام والخلف اللي هو كان موجود عندي زي ما هو ظاهر عند حضراتكم كده اللي هو 117 سنتي، وصل معايا لحد هنا. ابتديت اضيف بعد كده تحت منه الجزئية الخاصة بالكم اللي هي كان طولها 63 سنتي، حطيت جزئية الاكمام الاتنين جنب بعض، وبعد كده ابتديت اضيف بطانة المرد. بطانة المرد ما جابش معايا الطول كامل، هو كان مديني ملحوظة، كان قايل لي ان انا ممكن اخدها من الهالج بتاع القماش بتاعي، يعني انا ما اصرفش فيه وازود كمية قماش زيادة عشان اقدر اجيب البطانة او الانفورم كامل على بعضه، وقال لي ان انا ممكن افصله فاقدر اجيبه من الهادر بتاع القماش. على اساسه انا هتلاقونا فصلنا بطانة المرد، هتلاقونا جبناها، بصوا حضراتكم كده معايا، هنجيب الجزئية منها هنا وكملنا بقيتها تحت هنا عشان ما استهلكش كمية قماش كتير. وابتدى يظهر الهالك عندي اللي هي الجزئية المخططة قدام حضراتكم دي. لما جينا حسبنا الاطوال كلها مع بعض اداني كمية القماش اللي انا احتجتها لتنفيذ الفستان الواحد زي ما قدام حضراتكم كده 180 سنتي، يبقى في حدود العرض اللي هو مديهوني اللي هو 155 سنتي قدرت استهلك او انفذ الفستان الواحد بتاعي في 180 سنتي، او استخدم قماش طوله 180 سنتي. طيب نيجي نشوف بقى بعد كده بناء على الرسم التخطيطي وتوزيع اجزاء المنتج بتاعي ده على اساس العرض اللي هو مديهوني، هقدر حسبت كمية القماش اللازمة للفستان الواحد اللي هي 180 سنتي، هستفاد منها في ايه؟ نشوف مع بعض كده اهو. بصوا حضراتكم احنا لما ضفنا كمية القماش اللازمة للفستان الواحد ضفنا 117 زائد 63 اداني 180 سنتي، دي كمية القماش اللازمة للفستان الواحد. على اساسه هنقول كمية القماش اللازمة للطلبية كاملة اللي هي عدد الفساتين المطلوبة مني اللي هي كانت 300 فستان، لو تفتكروا كان مدهاني في المعطيات ادي 300 فستان، ضربتهم في 180 اللي هي لازمة للفستان الواحد 180 سنتي، وادام قلنا بالسنتي يبقى لازم اقسم على 100 عشان يتحول للمتر اهو. هتلاقوا ال 300 فستان في 180 سنتي على 100 عشان تتحول للمتر اداني 5 متر و40 سنتي او 540 متر. 540 متر دي عدد الامتار اللازمه لتنفيذ الطلبيه كامله اللي هي ال 300 فستان 540 متر. طيب بعديها بيقول لي عدد الاسواب المطلوبه، احنا اتفقنا في المعطيات اللي هو كان مدهاني كان الثوب الواحد فيه 30 متر، تمام؟ فانا جبت في المعطيات كان مدهاني ان الثوب الواحد فيه 30 متر، يبقى انا هاخد ال 540 متر اللي انا محتاجاهم لتنفيذ الطلبيه كامله دي كلها هقسمها على ال 30 زي ما قلنا في بدايه حلقتنا واحنا بنقرا المساله، هيديني عدد الاتواب. بعد كده هطرح منها، اوعى ننسى الخطوه دي، هطرح منها العشر اتواب اللي موجودين عندي فعلا في المخزن، ما انا مش هرميهم، انا لازم هستخدمهم ادام هم نفس الخامه اللي مطلوبه مني التنفيذ بيها، يبقى انا هستهلكها، يبقى هطرح منهم ساعتها العشر اسواب. هنيجي نشوف مع بعض، ادي ال 540 متر على ال 30 هيديني 18 ثوب، يبقى اذا عدد الاسواب المطلوب شرائها ادي 18 ثوب المطلوبين، هطرح منهم العشرة اللي موجودين في المخزن، يبقى عدد الاسواب اللي موجوده او المطلوب شرائها فعليا كام؟ 8 اسواب. خلاص كده يبقى 8 اسواب هو المطلوب عندي شرائه. طيب نيجي نشوف بعد كده كميه الازرار اللازمه للكميه، انا عندي الكميه اللازمه اللي هي الفساتين كلها على بعضيها 300 فستان، كان قايل لي انا بحتاج للفستان الواحد 12 زرار، يبقى كميه الازرار هيبقى 300 في ال 12 هيديني 3600 زرار.
لو تفتكروا احنا ما حولناش الاسرار للدسته، لان هو بيحاسبني او مديني في المعطيات لما هنيجي نحسب الاسمان بعد كده بيديني ثمن الزرار الواحد، ما ادانيش ثمن الدسته على بعضيها، فانا هخلي الازرار زي ما هي كده مش هحولها للدسته. تمام. طيب نيجي بعد كده كميه البقر اللازم للطلبيه. كميه البقر اللازم للطلبيه، الطلبيه كامله على بعضيها زي ما قلنا 300 فستان. تمام. هو كان في المعطيات قايل لي ان كل فستانين بياخدوا بقره خيط واحده، كل فستانين بياخدوا بقره خيط واحده، يبقى انا في الحاله دي هعمل ايه؟ هنقول ال 300 على ال 300 في واحد على الاثنين هيديني 150 بقره. تمام. ال 300 في واحد على الاثنين هيديني 150 بقره، دي كميه البقر اللازم اللي انا محتاجاه. تمام. نيجي بقى لجزئيه الاسمان، الكميات اللي انا حسبتها من اقمشه وازرار وبقر عايز اشوف اللي انا هدفعه قد ايه. نيجي نشوف كده ثمن القماش، احنا كنا قايلين ان هما 540 متر. طب كان قايل لي سعر المتر كام؟ 25 جنيه. ضربت ال 540 متر في ال 25 اداني 13500 جنيه، دي الكمية ثمن القماش المطلوب مني. طيب ثمن الأزرار كان مطلوب مني زي ما حسبناها قبل كده 3600 زرار، هو كان حاسبهولي الزرار ب 50 قرش، يبقى علشان احوله للجنيه يبقى هقسم على 100، يبقى ال 3600 زرار في الخمسين على المية عشان تتحول لجنيه هيديني 1800 جنيه، يبقى دي تمن الأزرار اللازمة. تمام. طيب تمن بقر الخيط، بقر الخيط لما حسبناه قال احنا محتاجين 150 بقرة خيط، كان قايل لي البقرة بتلاتة جنيه، يبقى المية وخمسين في التلاتة اداني 450 جنيه، يبقى في الحالة دي هقدر اوصل لجملة الاسمان اللي مطلوبة مني، هحسب القماش زائد الازرار زائد الخيط، ادي ال 13500 زائد ال 1800 زائد ال 450 هيديني 15750 جنيه، دي جملة الاسمان الخاصة بالمنتج كامل على بعض. طيب الاجور نيجي نشوف كل اجر عامل خاص بالبطرون، خاص بالقص، خاص بالتشغيل اللي هو الاشخاص اللي قاعدين على الماكينة، نشوف مع بعض كل واحد منهم هياخد ايه. اول حاجة هو كان مسهل لها عليا وكان قايل لي ان اجر اعداد البطرون كان بياخد 100 جنيه، مش محتاج مني اي حسبة خالص. تمام. جه بعد كده وقال لي اجر القص، لو تفتكروا كان بيقول لي هياخد 50 قرش على المتر الواحد. طيب انا محتاج قد ايه للجملة الفساتين كلها على بعضيها؟ احنا قلنا ساعتها هنحسب الامتار اللازمة، والامتار هقسمها هضربها في الخمسين على مية عشان تتحول للجنيه، يبقى ده هيكون اجر عامل القص. كمية الأقمشة اللي انا كنت محتاجاها كانت 540 متر، ضربتها في الخمسين على مية عشان يتحول الخمسين قرش تتحول بالجنيه هيديني 270 جنيه، يبقى اجر القص للطلبية كاملة على بعضيها 270 جنيه. طيب عدد العاملات بقى اللي هي الافراد او العمال اللي قاعدين على الماكينات نفسها، كان مديني في المعطيات بتاعتي ان انا عندي خطين انتاج، كل خط انتاج فيه خمس ماكينات، طبيعي ان كل ماكينة بيبقى موجود عليها عامل او عاملة، يبقى في الحالة دي انا محتاج اعرف عدد العاملات الاول علشان على اساسها هحسب اجر العاملات. ادي اهو هنقول مع بعض عدد العاملات، ادي خطين الانتاج في الخمس ماكينات الموجودة في كل خط منهم، يبقى عدد العاملات الموجودين عندي 10 عاملات. تمام. نيجي بعد كده الانتاج اليومي، الانتاج اليومي هو كان بيقول لي ان خط الانتاج الواحد بينتج 50 فستان، طب انا عندي خطين انتاج اهو، يبقى هنقول الخطين انتاج اللي هما الاثنين في الخمسين عدد الفساتين اللي بتنتج في الخط الواحد، يبقى 2 في 50 هيديني 100 فستان بينتجوا يوميا. طيب اذا
عدد الأيام اللازمة للعمل لتنفيذ الطلبية كاملة على بعضيها اللي هي الفساتين كلها يبقى كام؟ احنا متفقين ان انا عندي 300 فستان دول الطلبية بتاعتي، وانا بنتج في اليوم الواحد 100، يبقى هقول ال 300 على ال 100 هقدر اعرف عدد الأيام اللي انا محتاجاها لتنفيذ الطلبية. نشوف مع بعض كده، ادي عدد أيام العمل، ادي ال 300 فستان اللي هم الطلبية بتوعي على ال 100 هيدوني 3 ايام، دول الثلاث ايام اللازمين للعمل. طيب يبقى اجر العاملات في المده كامله على بعضيها قد ايه؟ بنقول انا عندي 10 عاملات هيشتغلوا كام يوم زي ما احنا لسه مطلعينهم 3 ايام. طيب اجر العامله في اليوم الواحد كان كام؟ كان 50 جنيه. هو هنا مسهله ومدهاني بالجنيه، يبقى مش هقسم على 100 ولا حاجه. يبقى في الحاله دي عدد العاملات اللي هم 10 هيشتغلوا 3 ايام، في اجرها في اليوم الواحد 50، يبقى 10 في 3 في 50 هيديني 1500 جنيه. يبقى ده اجر العاملات في تنفيذ الطلبيه كامله، او في عدد ايام تنفيذ الطلبيه كامله. نيجي نشوف بعد كده، اذا هوصل لجمله الاجور. ادي اول حاجه ال 100 جنيه الخاصه بإعداد البطرون، وآدي ال 270 الخاصة بالقص، وآدي ال 1500 جنيه اللازمين لعاملات الخياطة. يبقى ال 100 زائد 270 زائد ال 1500 هيدوني 1870 جنيه. ده جملة الأجور اللازمة لتنفيذ الطلبية كاملة اللي هم 300 فستان بتوعي. نيجي بقى نشوف بعد كده التكاليف بقى، تكاليف اللي أنا محتاجاها اجمع بقى كله على بعضه، وما ننساش كمان نضيف نسبة الربح بتاعتي او المصاريف الادارية اللي هو طلبها مني. يبقى في الحالة دي انا هجمع الخامات زائد اسمان الخامات زائد الاجور والنسبة المصاريف الادارية، وهقدر اعرف التكاليف كلها على بعضها كام. نشوف مع بعض، ادي اهو جملة التكاليف بتاعتي. ادي الخامات 15750 زائد الاجور اللي هي 1870 جنيه، هيديني كله على بعضه 17620 جنيه. طيب اجمالي التكاليف بعد اضافة الارباح او المصاريف الادارية، ادي ال 17620 جنيه. في هو كان قايل لي ان المصاريف الاداريه او الارباح اللي عايزني اضيفها كانت 20%، يبقى انا في الحاله دي بخليها زي ما اتفقنا في بدايه حلقتنا 120 على 100. اهو ادي ال 17620 في ال 120 على 100 اداني 21144 جنيه. يبقى دي جمله التكاليف بالارباح اللي هي المفروض لازمة لتنفيذ الطلبية كاملة، اللي هي التلتمية فستان 21144 جنيه. طيب هقدر ابيع الفستان الواحد بكام؟ طبعا احنا عارفين ان الطلبية بتاعتي 300 فستان، وجملة التكاليف بعد اضافة نسبة الارباح كانت 21144، هقسمهم على عدد الفساتين اللي هي الخاصة بالطلبية 300 فستان، هاجي هيديني في الاخر 70 جنيه 48 قرش. يبقى تمن بيع الفستان الواحد في السوق بعد اضافة نسبة الارباح 70 جنيه 48 قرش. كده ابقى انا قدرت اوصل للنقط الاساسية اللي هو كان طالبها مني في المسألة بتاعتي من خلال المعطيات اللي هو كان مدهاني، شكل الموديل والمواصفات الخاصة بالموديل، وكمان المعطيات اللي ادهاني في المقاسات الخاصة بالمنتج وفي الخامات وفي الأجور. على أساسه قدرت أوصل لكل طلب هو طلبه مني، سواء كان جملة الكميات كاملة، التكاليف الخاصة بالأجور، الرسم التخطيطي اللي على أساسه قدرت أقدر أعرف كمية القماش اللازمة للفستان الواحد، وبالتالي كمية القماش اللازمة للطلبية كاملة على بعضيها. قدرت أحدد الأسمان اللازمة لتنفيذ الخامات، وجمعت عليهم كمان الأجور الخاصة بالعاملين في عدد الأيام اللازمة لتنفيذ المنتج، جمعتهم مع بعض وضفت عليهم نسبة الأرباح بتاعتي أو المصاريف الإدارية اللي هو حددها لي في الأول كانت 20%، وعلى أساسها قدرت أعرف أنا هبيع المنتج الواحد في السوق بكام بعد إضافة نسبة الربح الخاصة بيا. وما نسيتش
النقطة الأساسية اللي هو كان طالبها مني، إن أنا منساش إن أنا عندي كمية من الأسواب موجودة عندي في المخزن لازم تستهلك، على أساسها أنا قدرت أعرف أنا هشتري من بره كمية أسواب قد إيه. تمام، دي أهم النقاط الأساسية اللي لازم ناخد بالنا منها. نيجي مع بعض نشوف مثال تاني أو نوعية تانية من الأمثلة، نشوف مع بعض كده السؤال التاني. هيقول لي برضو طلب أحد المستشفيات من مصنع ملابس جاهزة تشغيل 40 بلطو للممرضات، يبقى الطلبية الكاملة المطلوبة مني 40 بلطو للممرضات كالرسم الموضح وطبقا لما يلي. برضو هو مديني رسمة، هيقول لي ادي شكل الرسمة اللي ظاهرة عندي، برضو من خلال الرسمة هقدر اعرف ان انا عندي كولة، هقدر اعرف ان انا عندي الامام قطعتين وفي مرد اهو، في حزام برضو متضاف، عندي كمين، عندي اسورة، عندي ما ننساش زي ما حضراتكم شايفين كده ممكن اعتبر في كسرتين موجودين في الامام، في نسبة توسيع موجودة. هو مش عامل لي الرسمة دي كده، لا هو ادام عامل لي تنايات بيوضح لي قد ايه في نسبة توسيع غير اللي موجودة في الكسرة نفسها. هنيجي ننتقل مع بعض في الخلف، وبرضو هناخد بالنا ان في زي بنستين موجودين في الخلف زي ما هم موجودين في الامام، عندي في الجزء السفلي من البلطو في النص الخلفي منه في جزئية كالوني لازم برضو نضيف مقدارها، وادام مديني توسيع في الجناب كده يبقى في مقدار توسيع تاني لازم يتضاف، يبقى ناخد بالنا من الاجزاء دي. تمام، يبقى انا في نقاط اساسية عندي كولة، اسورة، كمين، الامام قطعتين، الخلف عندي برضو في جزئية توسيع زي الامام، في مرد، في ازرار، الجزء العلوي في الاتنين الامام والخلف عندي في بنسات، في الجزء السفلي منهم في عندي في الخلف كالونية، في الامام عندي كسرة، ولازم نراعي ان مقدار توسيع كل منهم بيكون متناسب مع الامام مع الخلف علشان ما يحصلش ويبقى في جزء منهم رامي على الجزء التاني، فاحنا لازم يكون المقدار بتاع التوسيع في كل منهم ثابت مع بعض عشان ابعاد المنتج بتاعي ما تظهرش بشكل مش لطيف. طيب دي حاجات انا اخدت بالي منها. جه بعد كده وقال لي في مقاسات برضو انا هديها لك، قال لي نص عرض الامام 26 سنتي، نص عرض الخلف 23 سنتي، طول الكورساج 42. يبقى هو زي ما احنا اتفقنا ان انا عندي البلطو عبارة عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي، فهنعتبر فيه كورساج وفيه جونيلا. تمام، عندي طول الكم 58 سنتي، عرض الكم 63 سنتي، عرض الكولة 7 سنتي، نص عرض الامام للجونيلا 28 سنتي، برضو يبقى نص عرض الخلف للجونيلا 25 سنتي، برضو في عندي طول الجونيلا 67 سنتي، طول الحزام 120 سنتي، العرض بتاع الحزام 4 سنتي، عرض الجيب 16 سنتي، طول الجيب 18 سنتي. المعطيات او المقاسات تبان ان هي كتيرة او كبيرة، لكن هنشوف في الرسم التخطيطي بتاعها بتسهل عليا وبتقدر تخليني احدد كمية القماش اللازمة للبلطو بكل سهولة. نيجي نشوف بعد كده المواصفات الخاصة بالمنتج اللي هو كاتبها لي برضو، بيقول لي البلطو منفذ من قماش تيل ابيض. تمام، عرضه 140 سنتي، احنا لازم لما هنيجي نوزع اجزاء المنتج بتاعي من خلال القياسات اللي هو مدهاني اللي هي الاجزاء الخاصة بالرسم التخطيطي توزع في حدود عرض قماش زي ما هو مديهوني في المعطيات 140 سنتي، انا ما بخرجش عن الحدود دي. تمام، يبقى عرض القماش 140 سنتي، واشوف على اساسه لما اجي اوزع اجزاء المنتج هحتاج كمية قماش قد ايه. تمام، بيقول لي سعر المتر 240 قرش. بصوا حضراتكم احنا دايما متفقين ادام موجوده معايا بالقرش بهقسم على 100 على طول عشان تتحول للجنيه، انا كده باخد خط كده بالقلم الرصاص واكتب على 100 علشان تتحول للمتر، خلاص عشان دي جزئيه ما انساهاش. تمام، نيجي بعد كده نكمل، بيقول لي ومفتوح من الامام بكل سبور وريفير. تمام، يحتاج البلطو، طبعا هو لما بيقول لي كل سبور وريفير هو بيسهل عليا عشان اقدر احسب الحسبه بتاعتها بتكون ازاي، بيقول لي بيحتاج البلطو 9 ازرار.
تمام، يبقى كده حدد لي عدد الازرار اللازمه للبلطو الواحد، يبقى لما اضرب في العدد الطلبيه اللي مطلوبه مني بقدر اجيب كميه الازرار على بعضيها. قال لي هنا بصوا كده سعر الدسته 120 قرش، يبقى انا عدد الازرار اللي انا هحسبها لما هضرب عدد الازرار اللازمه للمنتج الواحد اللي هم التسعه في الطلبيه كامله هيديني بالازرار، يبقى هقسم على 12 عشان يديني كام دسته. تمام، يبقى دي مبدئيا هقسم على 12 عشان يديني كام دسته، غير المساله اللي احنا لسه قايلينها اللي فاتت. فضلنا مخليين عدد الازرار زي ما هي لان هو كان مديني سعر الزرار، لكن هنا مديني سعر الدسته، يبقى انا لازم احول كميه الازرار اللي عندي للدسته، يبقى هقسم على 12، يبقى بالقلم الرصاص كده على 12 عشان اقدر اعرف هبقى محتاج كام دسته. هنا قايل لي سعر الدسته 120 قرش، ادام قال لي بالقرش يبقى ال 120 على 100 على طول عشان تتحول للجنيه. تمام كده، عشان اقدر اعرف تمن الدست بالجنيه، مفيش تعاملات بالقرش، فاحنا بنحولها لجنيه على طول. تمام، نرجع تاني، بيقول لي وكل تمن بلاطي تحتاج بقرة واحدة، تحتاج بقرة واحدة، يبقى انا محتاج اعرف هبقى محتاج كام بلطو، يبقى الطلبية على التمانية علشان اقدر انا اقدر اعرف انا محتاج كام بقرة، وهضربها في التمن بتاعها ثمنها 150 قرش، يبقى هضربها في 150 بس على 100 علشان خاطر احول التمن للجنيه. خلاص كل ده في دماغي طول ما انا بقرا المساله. يبقى هو قال لي كل تمن بلاطي ببقى محتاج بقره واحده، يبقى التمانية المفترض الطلبيه كامله على التمانية عشان اقدر اعرف كميه البقر، واضربها في السعر اللي هي 150، 150 دي بالقرش، يبقى على 100 عشان اقدر اعرف انا محتاج اصرف كام جنيه علشان اقدر اجيب عدد البقر ده. تمام، نرجع نكمل مع بعض، نيجي نشوف هنا بيقول لي الاجور والمصاريف. بيقول لي اول حاجه اجر التفصيل والقص للكميه جمعها، يبقى هنا جمعهم لي مع بعض تفصيل وقص 20 جنيه. تمام، الخياطه تؤدى بواسطه خط انتاج انتاجي واحد. تمام، كويس جدا، مكون من 5 ماكينات، يبقى ادام عندي 5 ماكينات وهو خط انتاج واحد يبقى انا عندي 5 عاملات طبيعي. تمام، يبقى انا ضربت ال5 ماكينات في الواحد، يبقى انا عندي 5 ماكينات اجمالي. طيب، وكل ماكينه عليها عامله، يبقى انا عندي 5 عاملات. تمام، اجر العامله في اليوم الواحد 3 جنيه، يبقى انا لما احب اعرف اجر العاملات في اليوم الواحد يبقى هضرب ال5 اللي هم عدد العاملات في ال3 جنيه اللي هو اجر العامله الواحد، اقدر اعرف اجر العاملات في اليوم الواحد. تمام، طيب انا ممكن يجي بعد كده ويقول لي اهو ويتم تجهيز البلطو في مدة ساعة واحدة. طيب، يبقى انا محتاج كام ساعة لتنفيذ الطلبية اللي معايا دي، يبقى انا هجيب عدد الطلبية على الواحد عشان ابقى عارفة انا محتاج كام ساعة لتنفيذ الطلبية كاملة على بعضها. تمام، بيقول لي ويعمل المصنع وردية واحدة 8 ساعات، 8 ساعات، يبقى انا كده على اساسها هعرف انا محتاج كام يوم. خلاص، بيقول لي والتجهيز والتشطيب النهائي بواقع 15 قرش للقطعه الواحده، ادام 15 قرش يبقى لازم اقسم على 100 على طول. خلاص، يبقى انا هضرب الطلبيه كامله لما هجيب اجر التجهيز والتشطيب، هشوف الطلبيه كامله كام واضربها في ال 15 على ال 100 عشان اقدر اعرف الاجر اللازم للتشطيب بالجنيه للطلبيه كامله على بعضيها كام. تمام، نيجي بعد كده بيقول لي في مصاريف اداريه واستهلاك الات بواقع 10%، يبقى انا في الحاله دي هجمع كل التكاليف اللي فاتت سواء كان خامات سواء كان اجور سواء كان اي حاجه تانية، اجمعهم كلهم على بعض واضربهم المصاريف الاداريه والاستهلاك 10%، يبقى 110 على 100. يبقى بعد ما جمعت التكاليف الاساسيه هضربها في 110 على 100 عشان اضيف اليها اللي هي المصاريف الاداريه. تمام، بعد كده بيقول لي وفي الارباح 20% كمان من جمله التكاليف، بعد ما ضفت ال 10% والناتج طلع معايا، الناتج اللي يطلع ده اضربه تاني في 120 على 100 عشان اضيف نسبه الربح بتاعتي. كده خطوه خطوه احنا ماشيين. خلاص كده، يبقى احنا حللنا المساله طول ما احنا ماشيين. نيجي نشوف بقى المفترض من خلال الكلام اللي احنا قلناه وتحليل كل جزئية، وبعد ما ضفنا
ال10% اللي هي استهلاك، هو كده جايب لي في المسألة فكرة جديدة ان هو ضاف لي جزئيتين، اول حاجة اللي هي الاستهلاك، وتاني حاجة اللي هي الارباح. هل انا فعلا هقدر اضيف مرتين؟ اه هنضيف مرتين بعد ما اجمع التكاليف بتاعتي اللازمة للطلبية كاملة من خلال خامات واجور، هجمعهم واضيف اليهم 110 على 100 اللي هي الاستهلاك، الناتج اللي يطلع برضو اضربه في 120 على 100 اللي هو نسبة الارباح اللي هو طالبها مني. ما انا مش معنى ان انا ضفت استهلاك يعني مش هطلع بارباح، انا لازم كمصنع اطلع بربح خلاص. يبقى الاستهلاك للالات ده حاجة، او المصاريف الادارية ده حاجة، والربح بتاعي كصاحب مصنع ده حاجة تانية. يبقى هضيف ده وارجع اضيف ده، نشوف مع بعض كده الحل بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. المطلوب هو طلب مني تقدير كمية القماش اللازمة بعد إضافة الزيادات بالرسم التخطيطي، مع العلم بأن عرض الكسرة أهو حددها لي 5 سنتي، وعرض الكالونيه في الخلف 10 سنتي. يبقى الكسرة اللي موجودة في الأمام 5، والكالونيه موجودة عندي في اللي موجودة في الخلف 10. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة حساب أسمان الخامات وكذلك الأجور. تالت حاجة التكلفة الكلية للكمية جميعها، طبعا بعد إضافة المصاريف الإدارية والأرباح. في النهائي طلب مني سعر بيع البلطو الواحد. يبقى في الحالة دي بقسم بعد إضافة الربح، بقسم الناتج اللي طلع على عدد الطلبية اللي مطلوبة مني اللي هي عدد البلاط، هيطلع لي زي ما احنا متعودين دايما سعر البلطو الواحد للبيع. نشوف مع بعض كده، نبتدي الإجابة. هنجيب أول حاجة الجزء العلوي اللي هو طبعا مكون عندي من قطعتين اللي هو يمين وشمال. ادي عرض اللازم للامام، ادي 26 اللي هو كان مدهاني، وضفنا الخياطات وضفنا البنسات. طبعا احنا بنتكلم على الجزء العلوي اللي هو الكورساج، ورجعنا بعد كده ضفنا المرد بالبطانة بتاعته، هيديني عرض الامام كله 21 سنتي. جينا بعد كده العرض اللازم للخلف، برضو احنا في جزئية الكورساج، واول حاجة بنبقى عارفين ادي عرض الخلف 23، وضفت عليه مقدار الخياطة وضربته في 2 عشان هو بيطلع لي قطعة كاملة على بعضيها، هيديني 48 سنتي اللي هو كقطعة واحدة. نيجي بعد كده العرض اللازم للكم، ادي 36 ومقدار الخياطات بتاعتي ضفتها بقى 38 سنتي، وببقى عامل حسابي ان هما قطعتين بيتحطوا جنب بعض في الرسم التخطيطي. طول الكم والطول اللازم للكم ادي 58 اللي هو كان محددها لي، وضفت عليه مقدار الخياطة بتاعته بالتانية اداني 60 سنتي. بعد كده ادي الطول اللازم للكولة، هيبقى المقدار الاساسي بتاعي، وضفنا 2 هي دي زائد، معلش دي زائد مش فيه، بنجمع عليها مقدار الخياطات بتاعتي زائد مش فيه، هيبقى 48 سنتي. عرض الكولة العرض اللي هو كان مدهوني برضو زودنا عليه مقدار الخياطة بتاعي اداني 9 سنتي، وببقى عامل حسابي ان هما قطعتين اللي هي الكولة بالبطانة بتاعتها، ما ننساش الجزئية دي. نيجي بقى للجزء السفلي اللي هي المفترض الجونيلا، هنيجي للامام، ما ننساش ان هو كان في الامام عبارة عندي عن كسرتين، كسرة واحدة، وما ننساش المرد بالبطانة بتاعته. ادي العرض، وادي ضفنا عليه المقدار الخياطات بتاعتي، وضفنا عليه الكسرة لما تبقى 5 و5، وضفنا عليه مقدار التوسيع بتاعنا اللي احنا كنا قايلين عليه اللي هو مقدار 5 سنتي، برضو مقدار المرد بالبطانة بتاعته، بقى كله على بعضه 56 سنتي، وبنكتب ان هو قطعتين ما ننساش لان هو مفتوح من الامام. عرض الخلف كان هو مدهاني قايل لي الكالونيه كلها على بعضيها، برضو ادي العرض الاساسي، وضفنا مقدار الخياطة والكالونيه، وما ننساش مقدار التوسيع بتاعنا، ونضرب كل ده في 2 عشان هو بيبقى قطعة كاملة على بعضيها، اداني 82 سنتي. نفس الحكاية هنحسبها في طول الجونيلا بالتانية بتاعتها، والحزام وعرضه، وطول الجيب وعرض الجيب.
هيوصل معايا في الاخر الرسم التخطيطي بالمنظر ده، هقدر احسب كمية القماش اللازمة للمنتج الواحد، وعلى اساسه هنمشي باقي الخطوات زي ما احنا اتفقنا. هقدر احدد الكمية اللازمة للبلطو الواحد وهضربها في الطلبية كاملة، ونضيف بقى نسبة نحسب في التمن زي ما احنا ابتدينا ووضحنا في كل خطوة واحنا ماشيين، لحد ما هوصل لإضافة المصاريف الإدارية وبعديها نسبة الأرباح بتاعتي، هقدر أحصل على التمن اللازم للطلبية كاملة على بعضيها، هقسمها على عدد الطلبية المطلوبة مني اللي هي عدد البلاطي، هقدر أعرف سعر بيع المنتج الواحد بتاعي في السوق ازاي، أو هقدم البيع البلطو الواحد ازاي. ارجو تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة، وتوضيح افكار للمسائل الخاصة بالمؤسسات والتكاليف بتاعتنا. استرجعوا برضو المنهج بتاعنا تاني، استرجعوا حلقاتنا اللي فاتت والامثلة الموضحة فيها والمسائل اللي قدمناها قبل كده. ان شاء الله موفقين باذن الله وبالنجاح، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.